هو بابا وسيلة اتأخروا كده ليه؟ العلم عند ربنا. أنا أعصابي تعبت قوي من نتيجة التحاليل دي. إيه، أنت شاكة في النتيجة ولا إيه؟ لا طبعا، أنا عارفة إن وسيلة بنت بابا وحضرتك أشرف ست في الدنيا دي كلها، بس يعني بس إيه؟ الانتظار وحش قوي حتى لو متأكدين من النتيجة. ده بالنسبة لكم، بالنسبة لي أنا مطمنة على الآخر. هانم عملت ايه؟ يعني ما انتش عارفة؟ وسيلة ما طلعتش بنتي.